أهلا بكم مشاهدينا من جديد في حلقة جديدة من شائعات وحقائق. في فقرتنا الحوارية من حلقة النهاردة هنناقش معاكم كيفية تفادي وسائل الإعلام الوقوع في فخ الأخبار المزيفة، وكمان هنتناقش ما هي الوسائل اللي ممكن تتأكد منها وسائل الإعلام المختلفة من حقيقة الأخبار، مع ضيفي الدكتور شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة. لكن خلونا قبل ما نبدأ نستعرض معاكم أهم الشائعات اللي تم تداولها الفترة اللي فاتت، بس خلينا برضو نقول يمكن إن من كتر الشائعات اللي بيتم إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي كل أسبوع، ومع ازدياد عدد هذه الشائعات مجلس الوزراء بدأ إن هو يطلع أكثر من بيان خلال الأسبوع الواحد، يعني يمكن الأسبوع ده كان فيه أكثر من بيان بيتناول عدد من الشائعات اللي تم إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، وطبعا نفيها عن طريق الوسائل الرسمية أو الجهات الرسمية المختصة بنفي هذه الشائعات. البيان الأخير اللي تم إطلاقه من مجلس الوزراء تناول عدد من الشائعات، يمكن أكبر عدد من الشائعات كان بيتعلق بوزارة التموين. خلينا نبدأ معاكم بالشائعة الأولى واللي بتقول إن سيتم استبعاد وحذف كل من يمتلك أكتر من خط تليفون من بطاقات التموين، يعني كل واحد معاه أكتر من خطين تليفون أو خط واحد تليفون سيتم إلغاء بطاقات التموين الخاصة به. طبعا الشائعة دي برغم عدم منطقيتها تم نفيها من وزارة التموين اللي قالت إن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى هذه اللحظة بيقتصر فقط على حذف المتوفين المسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم قومي. وكمان قالت وزارة التموين أن ضبط عدد المستفيدين يتم بناء على الأرقام القومية الصحيحة، وده طبعا حفاظا على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم. الوزارة في البيان اللي أطلقته ردا على هذه الإشاعة تبعت أنها ما زالت بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها مباشرة. هذه المؤشرات بتكون معتمدة على نتائج بحث الدخل الإنفاق والاستهلاك. الوزارة كمان أشارت إلى أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة هو ضمان توجيه الدعم لمستحقي وللفئات الأكثر احتياجا وكمان الأولى بالرعاية. دي كانت الشائعة الأولى اللي بتتعلق بوزارة التموين معنا النهاردة. شائعة أخرى ولكن بتتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي واللي كمان كان ليها نصيب الأسد من الشائعات هذا الأسبوع وطالتها أكثر من شائعة، بتستهدف كالعادة إثارة غضب المواطنين. أول إشاعة تم إطلاقها هذا الأسبوع بتتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي، بتقول إن وزارة التضامن هتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي. وزارة التضامن الاجتماعي نفت تماما هذه الشائعة وقالت إن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش بيصل تقريبا إلى 1,350,000 أسرة. وأشارت كمان في بيانها إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن هو مجرد شائعات كالعادة بتستهدف إثارة غضب الرأي العام. الوزارة كمان قالت في بيانها أنه سيتم تحويل الأسر التي تم مراجعتها من المعاشات الضمانية إلى برنامج تكافل وكرامة تدريجيا بدءا من أول مارس لعام 2018، مما سيتتبع زيادة قيمة الدعم الشهري الموجهة لهذه الأسر بنسبة بتتراوح ما بين 15% و20% تقريبا من إجمالي ما كانت تحصل عليه. زي ما قلنا ان وزارة التضامن الاجتماعي كان ليها نصيب الاسد من شائعات هذا الاسبوع، وزارة التضامن الاجتماعي طالتها شائعة كمان بتقول ان هيتم تطبيق خدمات دعم برنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط باثر رجعي. الوزارة طبعا نفت الكلام ده واكدت ان القرار او قرار قصر الدعم على طفلين فقط سيطبق على الاسر المشاركة فقط في البرنامج للمرة الاولى مع مطلع شهر يناير 2019، وبيهدف إلى إضافة المزيد من الأسر الصغيرة والأمس إلى الدعم. الوزارة كمان أكدت أنها بتقوم بعملية مراجعة دقيقة، وكمان بتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء ومدى أحقية الأسر المدرجة ببرنامج التضامن الاجتماعي لهذا الدعم.
وكمان ده طبعا في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية. ايضا شائعه بتستهدف وزاره التضامن الاجتماعي، هذه الشائعه بتقول ان الوزاره اهدرت اموال المعاشات. طبعا زي ما سمعنا هذه الشائعه كالعاده بتهدف الى اثاره البلبله بين المواطنين. الوزاره نفت ده تماما، بل واكدت انها بتقوم باداره تلك الاموال بشكل امثل بيضمن الحفاظ عليها وزياده عوائدها، وان تلك الاموال مصانه ومضمونه طبقا لما جاء بالدستور المصري. الوزاره شددت على ان الدوله ستظل مستمره في الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والحفاظ على اموالهم، وان كل ما يثار في هذا الشان هو مجرد شائعات بتستهدف غضب اصحاب المعاشات. طبعا يمكن قلنا قبل كده ان مطلق الشائعات او مطلقي الشائعات عاده بيحاولوا ان هم يدوروا على اكثر ما يعني له علاقه بحياه المواطن المصري او اكثر حاجه بتدخل بيت المواطن المصري، فعاده بيتم استهداف حاله اقتصاديه معينه لبعض المواطنين عشان تكون مدخل لاثاره غضب او اثاره بلبله بين المواطنين وتعمل على حدوث يعني غضب ومشاكل فيما يتعلق بهذا الشأن. طيب عشان كده تم يمكن الأسبوع ده استهداف وزارة التضامن الاجتماعي وأكثر الشائعات اللي بتتعلق بمعاشات المواطنين، وكمان تم استهداف البطاقات التموينية وطبعا اللي تم نفيه عن طريق وزارة التموين. عادة في كل حلقة من شائعات وحقائق بيكون في شائعات بتتعلق بوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، لأن هي برضو قطاع مهم وبيتعلق بحياة المواطنين بشكل كبير، عشان كده عادة بيكون كل أسبوع في شائعات بتتعلق بهذا القطاع. الشائعة اللي معانا بتتعلق بوزارة التعليم العالي، شائعة غريبة تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتقول إن وزارة التعليم العالي ستقوم بخصخصة المستشفيات الجامعية. الوزارة من جانبها بالطبع نفت تلك الشائعة وأكدت أن هذا القطاع سيظل مملوك للدولة ولا يمكن المساس به، والمستشفيات الجامعية هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجانا. الوزارة في بيانها تبعت أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، ولفتت إلى أنه جاري العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات اللي دارت بشأنها مع جميع الممثلين، حيث بيهدف القانون إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما في ذلك وزارة الصحة وكافة المستشفيات بالدولة. من بقى وزارة التعليم العالي خلينا ننتقل معاكم إلى وزارة الهجرة. شائعة غريبة جدا انتشرت في الفترة الأخيرة بتقول إن هيتم فرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج. وزارة الهجرة طبعا نفت هذه الشائعة وأكدت أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة سواء بالدولار أو أي عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المصريين المقيمين في الخارج، وأن الرسوم الحالية ثابتة كما هي تماما وتسدد بالجنيه المصري وليس بالدولار. وزارة الهجرة كمان أكدت أنها بتبذل قصارى جهودها في ملف رعاية المصريين العاملين في الخارج وحماية حقوقهم. طبعا دي ابرز الشائعات اللي تم تداولها هذا الاسبوع واللي خرج بيها بيان رسمي من مجلس الوزراء وتم نفيها عن طريق الجهات الرسميه الخاصه بكل شائعه، واللي نفت هذه الشائعات وتم تناولها معاكم في هذه الحلقه. طيب ده كان الجزء الاول من هذه الحلقه من شائعات وحقائق. فاصل قصير، بعد الفاصل هنرجع ليكم في الفقرة الحوارية النهاردة واللي هيكون ضيفي فيها الأستاذ دكتور شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وهنتكلم معاه عن يعني وقوع وسائل الإعلام المختلفة في خطر أو في خطأ تداول بعض الشائعات اللي بيتم إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي. خليكم معنا.
يوما بعد يوم تتطور أساليب نشر الشائعات حتى أصبحت خطرا يهدد استقرار المجتمعات. في ظل تطور أساليب نشرها وتخصصها واستهدافها كافة مناحي الحياة، خاصة ما يتعلق باحتياجات وأمن المواطنين، وتعمل الشائعات المتخصصة في الشأن الاقتصادي إلى إحداث انهيارات متتالية ومتعاقبة، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر فادح باقتصاد الدولة، كما أنها تهدف لتكريس الاحتكارات لصالح بعض الجهات. كما تظهر خطورة حرب الشائعات في الوقت الراهن في تغير وسائلها، ففي الماضي كانت تستند إلى وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف والمجلات أو وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، أما اليوم فقد تطورت الوسائل وأصبحت أكثر سرعة في التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تنوع استخدامها لتكرس الشائعات الانشقاق والاختلاف بين الأفراد والجماعات. ذلك يستلزم قيام الأحزاب والمجتمع المدني ببذل المزيد من الجهد في نشر التوعية بالشائعات وأخطارها، فضلا عن قيام الدولة بنشر المعلومات بالقدر الكافي للرد على الأسئلة المطروحة ومنع ظهور شائعات جديدة مشابهة، وهو ما تقوم به الدولة بالفعل في الآونة الأخيرة عبر الجهات الرسمية للرد بشكل فوري على الشائعات لمنع آثارها التخريبية على المجتمع. أهلا بكم مشاهدين من جديد في الجزء الثاني من شائعات وحقائق. ظاهرة الأخبار المزيفة في الآونة الأخيرة مثلت تحدي كبير أمام وسائل الإعلام، فضلا كمان عن خطورتها المتنامية على مصداقية تلك الوسائل، إلا أنها أصبحت إحدى وسائل شن الحروب المعلوماتية تجاه الدول، ده طبعا بيهدد أمنها القومي والاستراتيجي أيضا. عن ظاهرة الأخبار المزيفة وكيفية مواجهتها بيسعدني في شائعات وحقائق النهاردة استضافة الأستاذ الدكتور شريف درويش اللبان، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يمكن ظاهرة الأخبار المزيفة والشائعات بقت منتشرة بشكل كبير جدا، مش بس في مصر، أنا بتكلم طبعا عن كل الدول، بس في مصر يعني لو ركزنا هنلاقي أن كم شائعات رهيب في الفترة الأخيرة. بشكل عام يا فندم، أسباب انتشار الشائعات؟ أسباب انتشار الشائعات على فكرة أسباب كتيرة جدا، من بينها طبعا لازم نعرف ان احنا في اطار حروب الجيل الرابع، في حرب بتشن على المنطقة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص. مصر تقريبا والمملكة العربية السعودية اعتقد هما الحصنان الباقيان في كل المنطقة العربية برمتها. لو حضرتك بصيتي في الشمال هتلاقي العراق وسوريا في وضع لا يحسد عليه، لو بصيتي في جنوب الجزيرة العربية هتلاقي اليمن في وضع لا تحسد عليه، لو بصيتي حتى السودان هتلاقي في شمال السودان وفي جنوب السودان، لو بصيتي للغرب هتلاقي ليبيا، لو بصيتي في شرق جمهورية مصر العربية هتلاقي بعض الجماعات الدينية أيضا والأنفاق واللي بيحصل في سيناء، فمصر مستهدفة زي ما السعودية أيضا مستهدفة في الفترة الأخيرة، وعشان كده هذه الحرب بتشن لمحاولة خلخلة المجال الحيوي للدولتين دول، لأن لو الدولتين دول لا قدر الله وسقطوا ده هيمثل سقوط مروع لكل المنطقة العربية وتقسمها إلى دويلات وكانتونات، طبعا ده لصالح الكيان الصهيوني أولا وأخيرا، بحيث أن يبقى الكيان الوحيد المتماسك اللي متقدم تكنولوجيا ومتطور واللي مكتفي اقتصاديا سواء من داخله أو بالاستعانة ببعض حلفائه، فبالتالي ده هيمثل هيمنة لهذا الكيان على المنطقة العربية برمتها. في برضه مجال تاني لازم ان احنا نعرفه، وهو ان ايضا في بعض القوى الاخرى اللي بتحاول ان هي تعمل هيمنة في مقابل الهيمنة الخاصة بالكيان الصهيوني، زي ما بيحصل مثلا في حكاية احياء الخلافة الاسلامية، وانا مش بسمي دي شائعة، انا بسمي في حاجة بنسميها اساطير. اساطير معناها ايه؟ شائعات بيتم تكرارها على المدى الطويل، يعني مش بتبقى مرتبطة فقط بالفترة الحالية اللي احنا فيها، ولكن هي ممتدة منذ سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1923. وعلى يد مين؟ على يد أساسا واحد من الدولة اللي كانت هي دولة الخلافة، اللي هو كمال أتاتورك في تركيا، هو اللي أعلن إسقاط الخلافة وانتهاء.
منذ ذلك الوقت والاسطوره او الشائعه الكبرى، انا بسميها الشائعه الكبرى او الاسطوره الكبرى اللي مؤسسه لبعض تيارات الاسلام السياسي، هي احياء الخلافه الاسلاميه. ما هي احياء الخلافه الاسلاميه دي يمكن بيحاولوا ان هم يسيطروا على المنطقه طبعا بشكل يمكن الفكره حضرتك بتتكلم عنها هي الفكره اللي بيقع فيها العديد، يعني فكره تكرار الشائعه والحديث عنها بشكل مستمر ويعني تفسيرها وزياده الحديث عنها بيرسخ هذه الشائعه لانها حقيقه. مظبوط، ودوت اللي احنا المفروض ان احنا نقف قدامه ونفند هذه الاساطير. في اساطير بيتم ترويجها من خلال جماعات الاسلام السياسي، جماعات الارهابيه المتطرفه التي لا تريد خيرا بهذا البلد، زي اسطوره الخلافه الاسلاميه. الخلافه الاسلاميه حضرتك هذه وهم كبير. وعلى فكره يمكن حتى في فتره من الفترات حاولوا يحيوا الخلافه الاسلاميه ويخلوا الملك فؤاد الاول ملك مصر في ذلك الوقت هو خليفه المسلمين، وبعد كده حاولوا يلعبوا اللعبه ديت مع الملك فاروق. وعلى فكره اللي حاول اللعبه ديت مع الملك فاروق هي جماعه الاخوان الارهابيه ايضا اللي حاولت تقول ان دوت الخليفه وان انت مش الملك فاروق، سموه الفاروق تشبها بالفاروق عمر بن الخطاب. فهي لعبه الاخوان دايما مع الانظمه السياسيه لعبه قديمه جدا، محاوله التقرب من هذه الانظمه، وكانوا بيعملوا على فكره مظاهرات مؤيده للملك فاروق في ذلك الوقت، وكانوا بيحاولوا ان هم يغزوا فيه حته ان هو خليفه المسلمين. والراجل ساعتها حتى ربى دقنه كده، عمل دقن صغير زي السكسوكه كده علشان يبقى قريب من الاسلام ويجيب بعض المقرئين يقروا وبتاع، يبقى دوت الملك المؤمن والخليفه الراشد الى غير ذلك. فبالتالي يعني هذا الوهم اللي حاولوا يكتذبوا ليه الملك فاروق فترة من فترات، دلوقتي بيحاولوا يلبسوا رجب طيب أردوغان نفس اللباس بتاع الخلافة الإسلامية ويخلعوا عليها الخلعة أو العباءة بتاعة خليفة المسلمين. والراجل صدق الكلام دوت لما حصل تمدد لجماعات الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان في مصر وتونس واليمن وبعض الدول الأخرى، فالراجل قال بدل ما توجه غربا إلى الاتحاد إلى أوروبا عشان انضم الاتحاد الأوروبي، لا، طب أنا ممكن أخد المساحة دي كلها وأبقى أنا خليفة المسلمين، وتبقى كل الدول ديت عبارة عن دويلات أو ولايات في إطار الخلافة الإسلامية بعد إحياء. يعني يمكن بحديث حضرتك عن ما يتعلق بالخلافة الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية، خلينا ندخل بقى يعني من هذه النقطة الموضوع حلقة النهاردة، وهو وسائل الإعلام. يمكن في وقت معين كان في وسائل إعلام موجودة فقط لنشر الشائعات، يمكن الفترة دي اللي هي فترة وجود الإخوان المسلمين، ويمكن لحد دلوقتي في قناة الجزيرة القطرية، يعني في بعض منصات إعلامية موجودة بالفعل بتعمل فقط على ترويج الشائعات، عايزين نتكلم عنها يا فندم. على فكرة يعني وفي وسائل إعلامية سواء موالية للإخوان أو بتتعامل كويس جدا مع الإخوان وبتتلقى منهم قدر من التمويل أو في قدر من التعاطف كبير جدا، أو هي أساسا يعني بتروج للمشروع الإخواني لأنها برضو فيها كم كبير من الإخوان فيها، زي قطر مثلا الجزيرة ديت انعكاس لكثرة الإخوان على رأسهم يوسف القرضاوي في قطر، فبالتالي عشان كده متبنية هي هذا المشروع. ومش متبنية بمزاجها بصراحة، ولكن في دول كبرى وراء هذا التبني، لأن هذه الدول الكبرى لها مصالح ولها مطامع ولها مطامح في هذه المنطقة، وبالتالي دول بيحاول ان هو يعمل خلخلة في المنطقة العربية. يعني زي ما احنا بنقول ان الشائعات بقت حرب. بالتأكيد حرب كبرى. فانت عند حضرتك هنا لو تفتكري كويس قوي، قناة الجزيرة أساسا كانت الذراع الإعلامية للإرهاب منذ نشأتها. طبعا يعني لو كنت بتشوفي الفترة ديت، ما اعرفش كنت بقى صغيرة ولا لسه. لا لا طبعا طبعا احنا عواجيز شوية. في الفترة ديت كانت الجزيرة بتذيع وتبث شرائط الفيديو المتلفزة اللي كان بيرسلها أسامة بن لادن من الكهوف بتاعة أفغانستان في تورا بورا، وبعده كان أيمن الظواهري أيضا بيبث مثل هذه الفيديوهات عن طريق الجزيرة. والجزيرة الوحيدة اللي كانت تستطيع ترسل مراسلين ليها، ومنهم للأسف مصريون إعلاميون مصريون كانوا بيروحوا يقابلوا أسامة بن لادن، وكانوا بيعملوا لقاءات مع الظواهري ومع كل الناس اللي بتوع تنظيم القاعدة، وبعد كده يجي يبثوا هذه اللقاءات عن طريق قناة الجزيرة. فبالتالي الجزيرة يعني لها علاقة بالإرهاب منذ قديم،
والجزيرة أيضا تعتبر هي لسان حال جماعة الإخوان بشكل أو بآخر منذ قديم وحتى الفترة الحالية اللي احنا عايشين فيها. مش الجزيرة بس حضرتك، ولكن بعد فض اعتصامي ربع والنهضة في قنوات كثيرة بتبث من تركيا بتناهض الدولة المصرية بعد 30 يونيو، وهذه القنوات أيضا بتبث شائعات وبتحاول أيضا تخلخل الدولة المصرية وتحاول تربكها. أيضا في قنوات يمكن لما الجزيرة تنقصت وتدنت مصداقيتها ودرجة الثقة في التقارير الإخبارية اللي بتبثها، الجزيرة أساسا حاولت بأموال قطرية أيضا، أو قطر حاول بأموال قطرية أيضا أنها تعمل التلفزيون العربي في لندن، وأيضا صحيفة العربي الممولة أيضا من قطر، بحيث أن هي تبقى في أزرع إعلامية أخرى موجودة خارج المنطقة العربية علشان تحاول تغذي المجال الحيوي في أوروبا ضد دولة الدولة المصرية فيما بعد 30 يونيو. مش كده وبس، ولكن أيضا هناك صحف دولية للأسف الشديد، أنا ما بسمهاش صحف أمريكية أو بريطانية أو ألمانية، لكن هي صحف دولية. الصحف الدولية دي لها أجندة حضرتك، يعني بمعنى طبعًا. إيه؟ بمعنى أن مش الصحيفة الدولية، لأن الجارديان ما أقولش مش بريطانية، لا ده أي تقرير بتنشر الجارديان بيأثر على العالم كله، أي تقرير بنشر في نيويورك تايمز بيأثر على العالم كله، في الواشنطن بوست، في الحاجات دي كلها. فهذه الصحف حضرتك هي امتدادات للسياسة الخارجية للدول بتاعتها. أعتقد كانت بريطانيا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لترضى عن ثورة 30 يونيو، لأنها أفسدت كل المخططات التي كانت تحاك للمنطقة العربية وتقسيمها. فلما قامت ثورة 30 يونيو أدت إلى إفشال كل هذه المخططات، فبالتالي هذه الوسائل الإعلامية كانت ضد مصر طول الوقت. أي نعم في الفترة اللي في العقبة 30 يونيو مباشرة كانت التقارير يعني ساخنة و صحيح، لكن دلوقتي مع استقرار الأوضاع في مصر، مع التماسك النسيج الوطني، الشعب مع جيشه مع شرطته مع قضائه مع المسيحيين مع المسلمين، التماسك بتاع السبيكة المصرية اللي هي متماسكة منذ أيام مينا عندما وحد القطرين لحد النهاردة، هذه السبيكة للأسف مفيش، مش للأسف الحمد لله، يعني الحمد لله يعني مفيش حد قدر ان هو يقترب من هذه السبيكة او يفك الشفرة المصرية علشان يحاول ينتهك الحرمة الخاصة بهذه السبيكة. صحيح. وما قدرش ان هو يتغلب عليها. طيب دكتور، يمكن حضرتك تحدثت عن وسائل الإعلام اللي بتكون متعمدة لنشر الشائعات، ولكن خلينا نتكلم بقى في محور آخر، وهو وسائل الإعلام اللي بتقوم بنشر الشائعات ولكن بدون قصد، عن طريق يعني عدم التحقق من هذه الشائعات، نقلها زي ما هي عن طريق السوشيال ميديا. خلينا نتكلم مع حضرتك عن هذه الوسائل، ويعني ما الذي ينقص الإعلام المصري للتحقق من الشائعات؟ يعني الإعلام المصري للأسف الشديد، يعني أنا مش عارف إيه اللي بيحصل منذ ما حدث في 25 يناير 2011. بعد يناير 2011 أنا لا أفهم، يعني أكن إحنا بنبدأ كل حاجة ألفابيتيكال، يعني بنحاول نتعلم ألف به من أول وجديد. ألف به قضاء، ألف به سياسة، ألف به إعلام، ألف به إدارة شؤون الدولة، كل حاجة بقينا نتهجاها من جديد، وزي الطفل الصغير لسه بيحاول يتلمس خطواته الأولى. دي مشكلة الإعلام، هي مش مشكلة الإعلام فقط، هي مشكلة كل ما حدث في الدولة بعد ارتباك، انفلات، تدهور أوضاع، كل دوت أدى إلى مشاكل كبيرة جدا فيما بعد هذه الفترة. دوت أدى في النهاية إلى مشاكل في المهنية الإعلامية. المهنية الإعلامية ما بقاش في تحقق من حاجة. النهاردة لما يكون في حضرتك صحفي واحد حضر حدث معين، الحدث دوت هو نشره على الموقع اللي هو بيعمل فيه، صدقيني عشرات المواقع الأخرى بتنقل تعمل كوبي وبيست من هذا الخبر. لو الخبر فيه معلومة ناقصة، أنا شخصيا كقارئ أو كمستخدم للإنترنت عايز أتحقق منها، ما أعرفش ليه، لأنه كله كوبي وبيست، هو نفس الخبر.
وبالتالي هنا ساعات بتبقى نفس الدباجه كمان، ما هي يعني هي نفس الخبر بنفس العنوان بنفس يعني. زمان كانوا ايه قبل 2011 كانوا بياخدوا الكلام من هنا ومن هنا ويحاولوا يعملوا عنوان ثاني ويغيروا فيه شويه. دلوقتي حتى دي كمان بقتش موجوده حضرتك. فبالتالي بقى كله كوبي وبيست. ده ساعات انا شخصيا اكون مثلا بغطي حدث جامعي زي مثلا تكريم بعض الشخصيات عندنا في مجلس خدمه المجتمع في جامعه القاهره، فاعمله انا بنفسي وانا اللي بصور الصور وانا اللي بكتب الخبر على السوشيال ميديا، عندي 3 حسابات مختلفه على الفيس وكده، فالاقي بعض المواقع تاخد ده وبالصور بتاعته وتنشره وتحط على الصور العلامه المائيه بتاعه الموقع بتاعها اكن هي اللي صورت كمان. افتقاد للمهنيه طبعا. فافتقاد للمهنيه وافتقاد لحقوق الملكيه الفكريه. في من ضمن الافتقاد للمهنيه ديت هي مساله الوقوع في براثن الشائعات. براثن الشائعات هنا حضرتك بيحصل ايه؟ بيحصل ان ساعات بتبقى المصدر بتاع المواقع وبتاع الصحف الالكترونيه هي السوشيال ميديا نفسها. ولان برضه حصل في الفتره يمكن في اخر 5 سنوات عمليه السوشيال نتوركينج اللي هي مساله التشبيك ما بين مواقع الصحف الالكترونيه والسوشيال ميديا، بقت في صفحات لكل الصحف ديت على السوشيال ميديا، فحصل لها العدوى الفيروس. انا كنت هسال حضرتك يمكن انه المفروض ان الصحف الالكترونيه اللي موجوده على السوشيال ميديا تبقى هي حائط صد يعني للشائعات اللي بيتم تداولها على. لا ده هي للاسف اللي حصل العكس. الاوفر ويلمنج باور اللي هي القوة المطلقة الكبيرة جدا الخاصة بالسوشيال ميديا اللي هي أقوى من دلوقتي للأسف أقوى من أي صحيفة أو موقع إخباري، هي اللي شدت وجذبت عاملة زي المجنتيزم كده المغناطيسية، جذبت الصفحات الخاصة بهذه الوسائل الإعلامية المفروض أن هي مؤسسية ومهنية، جذبتها وخلتها تزايد عليها يعني. وبالتالي بقت ينتقل الهراء من السوشيال ميديا إلى بعض المواقع. ويمكن شفنا في المرحله الاخيره بعض الشائعات يعني ان مقدمه برامج تلفزيونيه شهيره توفاها الله طبعا. ودي كانت شائعه للاسف يعني صادمه انه للدرجه دي بقينا نتكلم على حياه الناس بمنتهى السهولة. الخفه والسهوله وعدم التاكد، رغم ان يعني هذه السيده المحترمه اللي ادت يعني ظهرت شبابها وحياتها للتلفزيون المصري بسيطه جدا انها جبت رقم تليفونها واتصل بيها وهي فاضيه في البيت يعني ما بتشتغل ولا في حاجه، ربنا يديها الصحه والعمر، فبالتالي كنت ممكن اتصل بيها واتاكد من الخبر ببساطه شديده جدا، او زوجها او ابنها يعني لها اسره طبعا، او حتى اتصل بيه لو كل دوت ما فيش اتصل بحد في التلفزيون المصري يكون قريب الصله بيها يعني. في وسائل لا نهائيه من التاكد من صحه الخبر. بيبقى استسهال يا دكتور؟ لكن يعني السوشيال ميديا اللي هي المفروض شبكات التواصل الاجتماعي واللي هي تحقق نوع من التواصل بين الناس، ساعات بتبقى ان الواحد يفتخر ان هو قريب المذيعه ديت مثلا او مقدمه البرامج دي، فيقول يعني هو مش على صله بيها بس هو ايه يعني عمته او بنت خالته ام اللي ما اعرفش ايه، فبالتالي يقول لك ايه ما اعرفش فلانه الفلانيه توفاها الله خالتي ولا بنت ما اعرف حاجه كده يعني، فبالتالي هو ده قريبها ويقول ماتت فاكيد ماتت خلاص بقى. طب ما لا ما اتصل، ما برضه ممكن دوت يعني هو قرا الخبر زي حد تاني فبيتفاخر ان هي يعني ما دام مشهوره كده والخبر عمل يعني تواجد كبير على السوشيال ميديا فبيفتخر ان هو له علاقه قرابه من بعيد يعني. لكن انت تتصل بصاحبة الخبر دوت بحيث تتاكد باسرتها باي حد. لكن تم نشر الخبر وكان شيء مزعج جدا، وبعد كده تم نفي الخبر وحاجه يعني للاسف يعني الصحيفه دي الشائعات بتعمل على تدمير حتى الحاله النفسيه للانسان يعني. انتشار خبر عن موت فلان ده ممكن طبعا يعمل على مشاكل نفسيه، مشاكل اسريه يعني، للاسف بيتم التعامل مع حياه الانسان زي ما حضرتك قلت بمنتهى الخفه ومنتهى السهوله كان ده شيء عادي ان احنا نتكلم فيه، بس ده يمكن نوع اخر من الشائعات. ولكن
خلينا برضو نتكلم عن الشائعات اللي بتعمل على مش تدمير بعض الأشخاص، لا تدمير دول. في شائعات للأسف بعض وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض وسائل الإعلام أعتذر بتقع فيها وبتعمل على للأسف تشويه صورة دول، يعني وقوع هذه الدول في حروب، إثارة بلبلة، إثارة غضب، زي ما احنا يمكن النهاردة كان معانا شائعات كثيرة كلها بتستهدف وزارات بعينها، وزارة التضامن، وزارة التموين، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم طبعا اللي يعني متواجدة معانا في كل حلقة وعادة بيكون ليها نصيب الأسد. خلينا نتكلم عن الدورات التدريبية، يعني الأشخاص اللي بتعمل في وسائل إعلامية سواء صحفية، تلفزيونية، راديو، يعني المفروض ان هم بيكون ليهم بعض الدورات التدريبية بتتكلم عن ما يتعلق بالتأكد من الأخبار المهنية اللي هي يعني زي ما حضرتك قلت ألف باء في مهنة الصحفي. عايزين نتكلم عن هذه الدورات التدريبية، هل بتهتم المؤسسات الصحفية يا فندم أو وسائل الإعلام بإعضاء هذه الدورات؟ حقيقي في الفترة الماضية يمكن احنا في كلية الإعلام جامعة القاهرة على هامش المؤتمر العلمي الدولي السابق للكلية في شهر مايو الماضي كان في دورة تدريبية أو حلقة نقاشية موسعة مع إعلاميين ومع طلاب الكلية خاصة بالفيك نيوز، وده بنحاول ان احنا ازاي نكتشف الفيك نيوز وازاي نحاول نفند الزيف اللي موجود في هذه الاخبار وازاي ان احنا نحاول نقاوم الفيك نيوز باشكال ووسائل مختلفة. فلا في اهتمام في الفترة الاخيرة وفي اهتمام من مؤسسات تدريب مختلفة ومن منظمات مجتمع مدني مختلفة في مسألة ازاي يتم مواجهة الفيك نيوز. لكن هو في اكتر من الدورات التدريبية احنا عندنا مشكلة تانية في الفيك نيوز وفي الشائعات، مشكلة الوعي. المسألة لا مش الوعي حضرتك، مسألة متعلقة بان هذه حرب منظمة. يعني الحكاية مش حكاية ممنهجة زي ما مش عدم مهنية اعلامية تؤدي الى وقوع بعض الوسائل فيها في براثن هذه الشائعات والاخبار المزيفة، لا ده ديت هذه الوسائل متعمدة في اطار حرب كبيرة طبعا. بس احنا يمكن هنا كنا بنتكلم عن يعني وسائل الاعلام الاخطاء اللي بتقع فيها في نشر بعض الاخبار المزيفه او الشائعات بدون قصد عن طريق السوشيال ميديا. يمكن زي ما حضرتك بتقول ان فعلا في وسائل الاعلام بتبقى متعمده انها تقوم بنشر هذه الشائعات عشان تعمل على يعني حرب زي ما حضرتك تحدثت في البداية. بس خليني برضو أتكلم عن أقسام الترجمة داخل المؤسسات الصحفية. البعض بيقول أن ضعف أقسام الترجمة داخل المؤسسات الصحفية المصرية للأسف بتكون سبب أيضا في وقوع البعض في أخطاء ترجمة محتوى منشور في الإعلام الدولي عن مصر. حضرتك يعني كيف ترى وجهة النظر؟ وده مش الأخطاء بتاعت الترجمة، ولكن أنا بسميها دايما حرب المفاهيم والمصطلحات اللي هي War of Expressions، حرب المفاهيم والمصطلحات اللي بيقولوا الغرب في بعض التقارير اللي بيكتبها عننا بيحط في تقاريره مصطلحات ومفاهيم غير اللي احنا المفروض بنستخدمها طبعا. لكن هنا بقى عدم الوعي وعدم الحساسية المهنية المفرطة ان انت المفروض ان ده بيتقال كذا لكن احنا عندنا المفروض بنترجمه كذا. فديت المفروض دورات تتاخد في المفاهيم والمصطلحات بالنسبة للعاملين في كل أقسام الخارجية في الصحف أو في القنوات الفضائية الإخبارية أو غيره من الأشياء. يعني مثلا في الفترة الأخيرة لما تم القبض على المجرم الإرهابي هشام عشماوي، البي بي سي مثلا اتكلمت على أن دوت متطرف، اتكلمت عنه على أنه يعني عمل دوت لانه يعني في نوع من الجهاد بشكل او باخر، قالت ان هو ينتمي الى الحركات الجهاديه. اي جهاد؟ جهاد ايه؟ بيجاهد مين حضرته دوت يعني؟ فبالتالي يعني المفروض ان لما يتقال ده جهاد ما ترجمش انا ان هو جهادي طبعا. لو اتقال ان هو كان في قوات مسلحه ما اقولش ان انا اترجم الكلام ده، هو خلاص انسلخ واختار طريقه وبقى ارهابي، فبالتالي المفروض ان انا اوصفه ان هو ارهابي صحيح. مش جهادي. لان فرق كبير جدا ما بين كلمه ارهابي تيرورست وبين كلمه جهادي اللي هي قصدها القصد منها ان هو بيمارس جهاد ضد حاجه يعني سلبيه.
ان الجهاد هو ايجابي بكل الاشكال، لكن احنا مش في الجانب الاخر من المعادله، اللي هو يتم مهاجمتنا ويتم قتل اولادنا وقتل جنودنا في سيناء وفي الواحات وفي الوادي. لا، احنا المفروض ان احنا الدوله، ده احنا الدوله الرسميه المنظمه، وبالتالي دوت ده مارق. يمكن حضرتك حطيت ايدك يعني على الجرح زي ما بيقولوا. ده إرهابي. في مصطلحات كتير جدا بيتم نشرها في الاعلام الدولي زي صفقه القرن مثلا، يعني هي اصلا ترجمتها من صفقه القرن. الربيع العربي تم برضو ترجمته زي ما هو، لكن هو مش ربيع عربي، يعني ده عمل مشاكل في كل الدول تقريبا، كل الدول العربيه. طب نصيحتك يا فندم يعني للصحفي ومقدم التلفزيوني في عدم الوقوع في الاخبار المزيفه؟ عشان كده احنا بنقول لازم يكون في، يعني انا يعني باشرف على سلسله كتب كويسه جدا في المجال ده، وفي كتاب صدر لاحد الزملاء بعنوان حرب المفاهيم والمصطلحات. فلو دوت الدرس لكل من يعمل في مجال الترجمه والاقسام الخارجيه في الصحف والوكالات الانباء و الى اخره، اعتقد ده ممكن يكون حل المساله. والناس اللي هم علماء اللغه وعلماء الاعلام المفروض يتضمنوا في المساله ديت، ويقولوا لنا يا جماعه لو وردت ديت في البرقيه يبقى دي بقت باللغه الانجليزيه كذا، لكن احنا نقولها كذا. يعني زي اللي بيحصل مثلا برضو في الصراع العربي الاسرائيلي، يعني كانت في وقت من الاوقات العمليه الاستشهاديه اللي بيقوم بيها فلسطيني في مثلا تسمى عمليه انتحاريه، ويترجمها سوسايد اتاك، هجمه انتحاريه، لكن احنا المفروض بتترجم عندنا عمليه استشهاديه. فالمساله بتبقى يعني في يعني مشاكل في الترجمه، فبالتالي المفاهيم ديت لازم يعني حتى يعني انا عشان كده احنا دايما بنقول ايه، لازم يكون في تكست بوك للمفاهيم والمصطلحات. لازم يكون في دليل ارشادات، يعني برضو التحيز في الاخبار وكده. لو وسيله مع الجماعات الارهابيه هتتحيز وتكتب، لو وسيله مع الدوله المصريه هتتحيز للدوله المصريه. من خبره حضرتك يا فندم، يعني كيفيه التفريق بين الخبر الصحيح والخبر المزيف؟ الخبر الصحيح لازم اتاكد من اكتر من مصدر. يعني ما يبقاش ايه، يعني لا تقع في براثن ان اول ما تشوف حاجه تفتكر ان هي حقيقه. يعني دايما الحاجه محتاجه لمراجعه وريفيونج اكتر من مره، علشان كده ما تثقش في اي خبر انت بتشوفه لاول مره، وخاصه اذا كان المصدر بتاع الخبر او الوسيله الاعلاميه اللي بتنقله غير موثوق فيها بنسبه 100%. وبالتالي انت خد عنوان الخبر دوت وحطه على جوجل واعمل سيرش، صحيح، شوف هيطلع لك ايه. لو والله الخبر دوت موجود في كل المصادر، في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وادخل على الروابط ديت تلاقيه صحيح، يبقى اتس اوكي، ده صحيح. لكن لو في الاخر حطيت الخبر دوت عنوانه على جوجل وما لقيتش حاجه، او لقيتش غير هو الموقع دوت اللي عامله، ده فيك نيوز على طول، دي طبعا شائعه ملهاش اي علاقه. ده حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه فيما يتعلق بده، ان انا كوسيله اعلاميه علشان اتحقق من الخبر ما تبقاش شائعه وما اقعش في براثن الشائعات اللي موجوده على شبكات التواصل، المفروض ان انا اعرف الخبر من ثلاث مصادر مختلفه. لازم اتحقق من الخبر من ثلاث مصادر مختلفة. احنا عندنا هي المشكلة في حضرتك ايه؟ المشكلة ان احنا عندنا على المواقع الاخبارية، وخاصة في عصر الانترنت وفي عصر المنافسة وفي عصر ان مين يسبق التاني، دي المشكلة في الانترنت، ان كله عايز يعمل عصر السرعة، بريكنج نيوز، عايز يعمل خبر عاجل ويحط على على الموقع من فوق عاجل معرفش كذا، او باللون الاحمر تحت اسفل الشاشه ان جاب التايه يعني. لكن قبل ما تقع في ده لازم تتاكد من صحه الخبر. صحيح. صدقني المصداقيه والثقه في الاخبار اللي انت بتنشرها هي الاهم، اهم من الصدق. طبعا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم، الاستاذ الدكتور شريف درويش اللبان، وكيل كليه الاعلام بجامعه القاهره، شكرا جدا لحضرتك، نورتنا. مشاهدينا الشكر موصول لكم ايضا على حسن المتابعه، القاكم الجمعه القادمه الساعه 7 مساء في نفس التوقيت، الى اللقاء.